واش الجراد، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. اليوم غنوصلوا واحد الرساله خفيفه وظريفه للعابه الرجاويين اللي منهم عمر العرجون. عمر العرجون صاحبي حشومه صح، علاش عندك الكرشه صاحبي؟ واش صاحبي ما كتريني ما والو بزاف صاحبي حشومه. كنبداو نناقشوا مع بنادم كنبداو ندافعوا على اللعابه الراجا، كيقول لك لعاب عندكم عنده كرش واش انت حشومه لك صاحبي؟ راك تلعب بسميت الراجا بسميت الجمهور، واش ندافعوا لك في الخاوي؟ راه عمرك ما مشيتيش المنتخب صاحبي، راه قبل هاد اللعيبات هادي ابار داكشي اللي قال خونا. وفهمني يا صاحبي لاعب عنده الكرش صاحبي ياخذ مع عندك بنادم قال اللعابه هذا هو التوني، على قد هو التوني العرجون جي عليه زوين، هذا هو دير اشهارات على التونيات بزاف الدهوي في الفورما صاحبي. الدور صاحبي شو ما صاحبي الدور تاعك في الطواجن كتشرب في كوكا عيب صاحبي. ترى رونالدو وصل للسود لا شي لعاب وكي ما عمرو شرب كوكا ولا شوكولاط ولا سيدي سكري. وانت صاحبي وحشومه صاحبي راك شريت خبز البارح حمراء صاحبي، تكون كنت في الفورم وخفيف ما تاخذش هذيك الصفر ما تكبلش. قلت لك باقي لاعب ماتش كامل وكنت انا كنشوفك كنتفرج فيك انا خايف كنشوف هنا غتاخذ حمر جا والله خرجك ستلان وفهم البلا زير معنا راسك ديال رسالة اخويا لك زير معنا راسك وطلع الفورمة قالت شوات لي صابدو كلشي عندك موفر صاحبي طاصال جري عندك بزاف ديال اللعيبات وقاد ما كلشي قاطع رسالة صاحبي باش تنشف واش قاد المسائل اللي ولا تو السي بالحالي تا هو ولات عندو مزود تا هو واخا بالحال ها كواري بجوجكم ولكن لا الفورمة هي كلشي. تقول لي لا حياتك هذه لا سي محمد قلت لها بسميت الراجل ولا دابا ولا على ولا كتقولوا راجا راس مال اول جمهور هادشي فاش حادقين والجمهور جا وراك يدوي هادشي اللي كاين وتحيه راجاوي.